السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناتنا سمعت. هنكمل مع بعض سلسلة دورة الربح من الإنترنت. طبعا اتكلمنا على خدمات تصميم التيشيرتات ومواقع العمل الحر ومواقع الخدمات المصغرة. النهاردة بقى هنتكلم على حاجة أحسن وهتجيب لك أرباح أكتر من ده كله، إنك إزاي تشهر نفسك على الإنترنت ويجي لك الشغل بشكل خاص عن طريق الإيميلات أو يقولك العمل يتفقوا معك بشكل مباشر. لازم أول حاجة تكون مميز في شغلك. تاني حاجة هقول لكم على مجموعة خطوات، هقسمها لكم على مجموعة دروس إزاي نشهر نفسنا على الإنترنت ولما يجي واحد يبحث عنك يلاقي شغلك، أو يجي واحد يحب يشوف شغلك ويتواصل معك ويطلب منك شغل. هنبدأ أول خطوات إشهار نفسك هو موقع بيهانس. موقع بيهانس أكبر موقع وأكبر منصة مخصصة للمصممين، ويعتبر بروفايل للمصمم. لازم يكون عندك حساب على بيهانس ويتعبي الحساب ده بتصاميم قيمة وتصاميم جميلة جدا ليك، بحيث لما واحد يطلب يشوف شغلك هيلاقي شغلك على بيهانس وهيطلب منك الخدمات بتاعتك، أو أي واحد بحث عن اسمك هيلاقي برضو شغلك على بيهانس. طبعا تعمل تنشئ حساب في بيهانس. انشاء الحساب بسيط جدا، مفيش فيه اي تعقيدات. بعد ما تنشئ حسابك تبدأ بقى تضيف المشاريع بتاعتك. طبعا بتروح على البروفايل، طبعا بتسجل بياناتك وتحط صورتك وتحط بياناتك الصحيحة وايميلاتك ووسائل التواصل، وتبدأ تعمل تضيف المشاريع بتاعتك بقى، تنسق المشاريع، الشعارات، التصاميم. عندك شعار مميز عملته بتحط التفاصيله، عندك مجموعة تصاميم بتقدر تضيفها، وليكن التصميم ده أوريكم إزاي تضيف تصميم بطريقة صحيحة. طبعا أنا كصممت شعار، فأنت بتضيف الشعار بالطريقة اللي انتوا شايفينها ده، بتحط الشعار وتحط تفاصيل الشعار وإزاي خدت الفكرة وإزاي صممت الشعار، بحيث العميل لما يجي يخش هيشوف التفاصيل دي هيعرف انك محترف ومتقن في شغلك وهيبدأ يتعامل معاك بدون اي تردد. موقع بيهانس جميل جدا، هيفيدك انه تشهر نفسك وتعمل لك بروفايل شخصي، وكمان هيفيدك انك هتبدأ تاخد افكار من التصاميم اللي بتشوفها على الموقع. فلازم كل يوم على الاقل تدخل على موقع بيهانس وتضيف الناس اللي في المجال اللي انت متخصص فيه، تشوف شغلها وتضيف شغلك في المواقع، تعمل لك بروفايل بحيث لما واحد يحب يشوف شغلك هيلاقيك موجود على موقع بيهانس. طبعا زي ما قلنا التسجيل في الموقع بسيط جدا، وإضافة مشروع انت بتختار كرييت بروجكت، وتبدأ تحمل الصور وتضيف عنوان المشروع. الموضوع ما فيش فيه اي تعقيدات خالص. طبعا بتحط ابلود فايل، وبعدين بتحط الغلاف وتحط الاسم والديسكريبشن بتاع المشروع. الموضوع ما فيش فيه اي تعقيدات خالص وسهل جدا، وموقع بيهانس فعلا بيجيلك من وراه شغل كتير. ده اول خطوات اشهارك في الموقع. تاني موقع من اشهر المواقع في للمصممين والمصورين هو موقع بنترست، وده موقع قوي جدا تقدر بقى تسجل فيه وتضيف صورك وعملك فيه. مجرد ما اكونتك يتفعل على الموقع البحث عنك وعن تصاميمك بيظهر فورا في صفحات الجوجل وفي البحث الجوجل الاول. طبعا تقدر تسجل بحساب الفيسبوك وتقدر تسجل بحساب الجوجل. انا بفضل ان انا اسجل بحساب ايميل وباسورد مستقل معظم المواقع دي، وتقدر بعد كده تضيف اعمالك وتتصفح الموقع. طبعا الموقع جميل جدا، و انت مجرد ما تحط المهارات اللي عندك فالموقع هيبدا يبعت لك صور ومشاريع متوافقة مع شغلك، وتقدر تاخد منها أفكار وتبني منها عملية استلهام وتجمع أفكار من الصور اللي هتوصلك دي. الموقع الثالث اللي لازم تنشئ لك حساب فيه وتضيف فيه أعمالك هو موقع ديفايند أرت. الموقع ده مميز جدا كمان، يعني شهرته تقريبا زي بيهانس والبنترست،
وكمان بيكون في مواد وصور وشغل جميل جدا تقدر تاخد منه كعمليه استلهام وتاخد منه افكار وتقدر تحمل منه اضافات للالستريتور و الفوتوشوب. طبعا انت بتسجل بتنشئ حساب وتحط معلومات عنك ومعلومات الاتصال بيك علشان لو اي حد دخل على الموقع وشاف شغلك وحاب يتصل بيك يلاقي وسيله سهله للاتصال بيك. تبدا بقى تضيف الشغل بتاعك وتضيف اعمالك. تعال نشوف البروفايل بتاعي بصوره بسيطه كده. بالشكل ده بيديك كمان احصائية مين شاف صورك ومين حملها وعدد الناس المعجبين بيها. يعني موقع مميز جدا. كمان لو انت عايز تاخد الصور دي تنشرها في موقع الفيسبوك تاخد اللينك بتاعها فبيعرضها لك بطريقة جميلة جدا جدا. طبعا كل ما يكون لك حساب في المواقع ديت اعمالك بتنتشر على الانترنت واسمك بينتشر وبتبدا الشهره بتاعتك على الانترنت. فده الهدف منه انك تشهر نفسك كمصمم جرافيك علشان تبدا العملاء والزبائن يجوا لك ويبعتوا لك ويطلبوا منك الشغل بتاعك. حتى مكاتب الدعايه والاعلان والمطابع تبدا تعرف عنك وتعرف انت مين. فلازم تسجل على الاقل خالص في الثلاث مواقع اللي انا ذكرتهم دول وتنشئ حسابات فيهم وتبدأ ترفع أعمالك المميزة وترفع شغلك فيهم وتنسق شغلك وتبدأ تهتم بالمواقع دي أكتر. ديت أول درس في درس إشهار المصمم. الدرس الثاني هنتكلم عن حاجة جميلة جدا 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 ومهمة جدا. انتظرونا في الدرس الجاي إن شاء الله وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.